إسرائيل دولة وجدت لظرف ما بتاريخ ما بنتائج الحرب العالمية الثانية. هذه الدولة تريد أن تحافظ على نفسها وبقاء، وهي دولة هشة وعندها مشكلة أمن وعندها مشكلة أزمة وجود، وهي بمحيط عربي هائل من العداء، ودولة تخاف على مصيرها، دولة تحولت إلى دولة عسكرية وعندها حلم بالسلام وعندها حلم بالاستقرار. هذا في حال إذا نحن رجعنا للفرضية الأولى اللي هي أنه هل نظام الأسد هو كان معادي لإسرائيل؟ نعم، نظام الأسد كان هو وسيلة إسرائيل لقمع الشعب السوري، بس هاي المعادلة مركبة على أساس أنه الشعب السوري إذا رفعنا عنه ديكتاتورية رح يروح يركب ويفوت على القدس بالسيف. مزبوط. هلأ نحن عم نقول لهم بعد 40 سنة من الفشل ومن الهزائم المتكررة، عم نقول لهم أوكي نحن سنلغي الخيار العسكري بالتعامل معكم وسنطبع العلاقات مقابل إعادة الجولان. يعني مش موضوع أنه اللي حكوا الصحفيين هذا كله افتراء. قرار 242 بوادر جامعة الدول العربية، لكن مع سلام وتطبيع بالعلاقات مع الكيان الإسرائيلي أو مع الشعب اليهودي الموجود هون. هو الشعب السوري عم يقول أنا مثل الشعب الفلسطيني، مثل الشعب الأردني، مثل الشعب المصري، إحنا خيار الحرب أسقطناه. مثل أي شعب تاني عمل سلام مع إسرائيل، إحنا منقول خيار الحرب نسقطه وما بدنا من إسرائيل شيء سوى أن ترفع الغطاء عن نظام الأسد وترفع الحظر عن تزويد المعارضة بالسلاح، وهي قادرة بكلمتين مع أمريكا لحتى تمشي وتمشي الثورة، ونحن هذا الجانب السياسي شايف كيف. لكن الجانب الثقافي والأخلاقي والقيمي نحن يجب أيضا أن نبني منظومة ثقافة أخرى غير ثقافة العداء، ثقافة البحث عن المشترك، عن التعاون، مش بس بيننا وبين المكونات القومية في المنطقة، أيضا المكونات الطائفية والأخيرة. فهو المشروع مشروع تغيير نمط العقل. يعني اليوم جيشنا العربي السوري العرمرم وهو اللي عم يضربنا، المقاومة هي اللي عم تضربنا، وإسرائيل عم تعالج الجرحى. شايف كيف اليوم المعادلات تغيرت، من هو العدو ومن هو الصديق؟ اللي جرى خلط المفاهيم كلها ببعضها، خلطها تماما، وما عدنا ضيعنا نحن. هلا اللبناني اللي عم يحاربنا هو عدونا ولا الإسرائيلي اللي قاعد بالقدس؟ سؤال. العراقي الشقيق اللي عم يجي يدبح ببرود وإلى آخره، هذا صديقنا ولا عدونا؟ هذا شقيقنا ولا شو؟ معلش في أسئلة كتير تغيرت اليوم. هاي النمطية بالتفكير لا تصلح. يعني إحنا عنا مفاهيم إنه الشيعة جايين يدبحونا والآخري، مع إنه الشعب الإيراني ليس موافق على ذلك. أنا عم أقول لا يمكن بناء الاستقرار والسلام في المنطقة بعقلية دغمائية، بعقلية نمطية، العدائية النمطية. يجب أن نقتنع إنه كلا طرفي الصراع يحمل نفس الذهنية الاستئصالية، نفس الذهنية العدائية، من دون ما نغير نحن مفاهيم الناس ونجري مصالحات تاريخية. لا يمكن نعيش لا نحن ولا العلوية ولا الشيعة ولا الأكراد ولا الأتراك. نحن جربنا، هدمنا نظام مستبد، لكن ما بنينا أحسن منه. بالمناطق المحررة ارتكبت جرائم وصار في فساد، والائتلاف أسوأ من مجلس الشعب وقس على ذلك. نحن يجب نعترف أنه في شيء بعقلنا مش صح. أنا ضد العقل النمطي اللي بيصنف الشيعي خلص عدوي التاريخي، اليهودي عدوي التاريخي، الكذا عدوي. نحن عشنا مع اليهود بعد معركة خيبر إلى إجت إسرائيل، ما في حرب بيننا وبين اليهود، كنا عايشين سوا. صار في مشكلة اللي هي الكيان اللي صرعوه واللي هو نتيجة الحرب العالمية الثانية. هذه المشكلة يمكن حلها بطريقة أخرى، مش بهي الطريقة. والدليل أن الدول العربية فتحت على السلام وعملت سلام وعملت، مش نحن مش أول شيء، نحن آخر دولة. لكن إسرائيل عندها قلق حقيقي على أمنها. إذا أنت لامستي هذا الوتر وعطيتيها اطمئنانات بمحيطها السني، لأنه هي أخذت أرض سنية بمحيطها العربي، وأشعرتيها بشوية دفء، ممكن هي تتخلى عن العقلية العدائية اللي هي سبب دمار. يعني هل ممكن فعلا مصلحة إسرائيل بأنه ترى الشعب السوري يعيش في بحبوحة وديمقراطية ويستطيع، يعني إسرائيل بتفكر لأبعد لسنوات طويلة، فبالتالي هي أكيد واثقة من أنه بعد فترة الأعمار اللي بده يعيشها الشعب السوري رح يرجع لقضيته يعني الأساسية. أنت لسه مصرة على أنه إسرائيل يعني هدفها بالوجود فقط قتل العرب، هيك عندك رأيك؟ إسرائيل أهداف توسعية؟ لا ما صحيح. إسرائيل شعب هرب من الاضطهاد ومن المحرقة النازية ليعيش بسلام. ما هي هذا الحكي؟ لا سلام على حساب نحكي. يعني هلأ أي حدا ممكن يسمع معلش بالتعاطف كيف اللي عم تحكي فيه كيف مع إسرائيل؟ كيف إجوا اليوم؟ إسرائيل احتلت أرض مش مؤرضة، احتلت يعني أرض مؤرضة كمان، ألمانيا احتلت وكمان نحن دبحنا بعضنا واحتلينا وهجرنا أهل حمص وما مارسوا اللبناني. هل وجود جرائم مختلفة يبرر ما الحياة هيك؟ التاريخ هيك، شعب هرب من اضطهاد من محارق.
اجى على هذه المنطقة استعملوه الاستعمار، منعوه يهاجر إلا لهون لحتى يخلونا مشكلة. نحن ما تعاملنا مع الموضوع بعقلانية. نحن عم أقول لك إلنا مصلحة اليوم إن ننجز عملية السلام. فلسطيني بدل ما يضل يعاني مهجر ويعاني والآخر يعاني. بس هي الفكرة اللي عم تبرر فيها حضرتك دكتور بأنه هن شعب مهجر وكان عم بيعاني، ولكنه وجد راحته ووجد السكينة اللي كان عم يبحث عنها من خلال احتلال أرض الآخرين. صح. فبالتالي ما فينا ننظر له بهال ومعلش زمانهم العرب اجوا احتلوا هذه البلاد واخذوها. يعني معلش كمان نحن التاريخ هيك، يعني الناس ما بتسكن بمحل واحد، اجوا الارمن واجوا الشركس وطلعوا الاتراك واجوا العثمانيين الاتراك، وهلا جاينا الصفويين وجاينا. يعني الحياه الارض لله، يورثها لعباده من يشاء، ما في حق تاريخي للارض. ولكن في ثمن ما في حق تاريخي للارض. هي فكره نازيه عنصريه فرنسية ألمانية عملت مشاكل بكل العالم. حق تاريخي الأرض يورثها لعباده من يشاء. بعد 40 سنة تموت بالتقادم هي الجرائم. اليوم اللي خلق على الأرض إسرائيل، أبوه أمه إجوا هاجروا واعتدوا وعملوا شيء، تحمليه مسؤولية أبوه أمه؟ إذا كان بزمانهم اختلفوا السنة والشيعة وقتل الحسين، أنا بدفع الثمن اليوم؟ معقول يعني نفكر